السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الفيلا الثانية في بالي اسمها كي كابجي، يعني بالانجليزي نقراها كي كابي، بس بالاندونيسي يقولوا لها كي كابجي، حاجة زي كذا. طبعا هي فيها منها غرفتين وفي منها ثلاث غرف نوم، يعني هم ثلاث فيلل تقريبا. How many villa brother? All villa? Just one villa. No no all here. Yeah. Three villa here. ايوه نعم، ثلاث فيلل موجود عندهم، في غرفتين وفي ثلاث. طبعا لهم استقبال هنا تقريبا، شفت البوابه ذي، هذه المدخل والاستقبال على اليسار. طبعا هنا حاطين لك الورود من المدخل. كيكابجي فيلا، هذه الفيلا ما شاء الله تبارك الله. في واحد من الاخوان يتابعني، انا ودي اني اشوف الفيلا الان، يعني مخصوص الواحد اسمه المزيني، اتمنى انه يشوف الفيلا ويعلق عليها ويعطيني رايه. هذه مسبح الفيلا، وعندك هنا جلسه، شوف على المسبح. عندك هنا جلسه رايقه، هنا ما شاء الله في حديقة صغيرة، وهنا جلسة ولا أروع بعد. طبعا يقدم الإفطار على المسبح أيضا، إذا تبي فلوتينج بريكفاست يحطوك إياه على المسبح موجود. هذه جلسة رايقة. طبعا عندنا هنا غرفة نوم، هنا السريرين، وعندنا غرفة نوم هنا، سرير دبل. تمام، شوف معكم الصالة والمطبخ أول. هذه الصالة، عندك هنا جلستين، عندك هنا جلسة كبيرة، هنا طاولة الطعام. عندك هنا التليفون للاتصال بالريسبشن. طبعا هي سقفها من القش ما شاء الله. هذا المطبخ، عندنا هنا براد الموية والثلاجة. طبعا صور لكم المطبخ من الداخل، يعني نفتح الادراج لكم. عندنا هنا ادوات الطبخ موجوده، عندنا هنا طقم السفره موجود، وعندنا هنا طبعا هنا ادوات التحضير، عندك الهيتر حق التوستر، العجانه، وهنا الفرن. هذه غرفة النوم، هذه غرفة النوم الأولى، تفتح على المسبح. طبعا على حسب إن شاء الله اللي يحجز، نطلب له مثلا يسوون له فلاورز ومثلا كتابة وقلب حب أو حاجة زي كذا بالورود، تكون موجودة على نفس السرير عند الوصول أول يوم. هنا الغرفة فيها التي في، هذه دورة المياه، طبعا كل الفلل فيها واي فاي مجانا غير محدود، علبتين موية مجانا، الكافي ريفيل ديلي يعني كل يوم يعبونه، فيه تخفيض على المساجد. كل الديكورات هذه والورود بتكون مجانا مع الإفطار أيضا، والإفطار على حسب ما تبي، تبغاه على المسبح، تبغاه على الطاولة، حسب الطلب اللي تبغاه تطلب. إذا عندك ريكوست أكل معين، في أكثر من نوع، يكون يفضل أول ما توصل يعني تكلمهم وتتناقش معهم على الإفطار وهم يرتبون لك. كمان كل الأكل إن شاء الله حلال، بس حنا نوضح في الحجز إنه الأكل حلال، هم كله يوفرونه مباشرة. غرف النوم كلها فيها سكيورتي بوكس. تمام، عندك هنا الاستشوار، وعندك ملابس الاستحمام، سميه انه ما ادري روب اللي هو، سامحوني يعني. هذه الغرفة مرة ثانية،
نصور معكم غرفة النوم الثانية اللي فيها سريرين، سريرين مفرد. كمان نفس الشيء فيها شاشة، طبعا تفتح على الحديقة والمسبح من هنا على الممر. ما شاء الله فيلا رايقة، طبعا موقعها في سيمينياك، يعني حتى شوي بعيدة عن الإزعاج وأمور كوتا ولقيان، مكانها مرة جميل. هذه دورة المياه، نفس دورة المياه اللي قبل شوي، بس ناخذها مرور سريع. صراحة شيء راقي ومن الآخر، وشوفها بالمواقع الحجوزات بكم وراسلنا، وشوف سعرنا بكم.